مش موجود في أي بلد في العالم سواء شعبي أو رسمي، سواء شعبي أو رسمي. في ضغوط في ضغوط، في مشاكل في مشاكل، في تقصير في تقصير، ولكن كله خارج عن إرادة الناس، لأنه الحمل أكبر من أي شيء موجود في المنطقة، كل العالم عم يتحارب فيها. الله يرحم سامر، وإن شاء الله يكون من الشهداء والأولياء الصالحين. شكراً. في تقصير أو في تقصير، بس في الآخر سنظل رسالة القضية الفلسطينية هي قضية الشعب المصري بكل فئاته، وهي قضية نقابة الصحفيين المصرية منذ نشأتها. أنا حمل كبير بالضبط، أنا بتكلم، أنا بأكد على ستظل هذه القضية قضية الأولى، وإحنا قد الحمل بالضبط، وإحنا قد الحمل. مع كلمة الأستاذ منير زعرور. مساء الخير زميلاتي وزملائي، اخوتي واخواتي، سعيد جدا ان اكون معكم هنا في نقابة الصحفيين المصريين. هي ليست المرة الاولى طبعا، يعني هناك مرات كثيرة كنا هنا، لكن هذه المرة الاولى مثل ما اشار زميلي الأستاذ ناصر بكر نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، انه الان مصر نقابة الصحفيين المصريين هي عضو في الاتحاد الدولي للصحفيين، وهذا مناسبة سعيدة جدا وفخر لنا انه نحظى على هذه الثقة. نقابة الصحفيين المصريين من النقابة الرائدة في المنطقة، النقابة اللي عندها تاريخ نضال طويل، ونحن يهمنا كاتحاد دولي للصحفيين ان نكون حقيقة اتحاد دولي للصحفيين، بمعنى كل النقابات الوطنية تكون عضو معنا، وجودها يقوينا ويعزز صوتنا ويعزز قدرتنا على العمل. أشكر كل جميع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين لموافقتهم واللي تقدموا لنا، وأشكر صديق وزميل الأستاذ خالد البشري وصديقي العزيز الأستاذ جمال عبد الرحيم أمين سر النقابة، والأستاذ محمود كامل وجميع الزميلات والزملاء اللي يعني صادقوا على طلب دخولهم للاتحاد الدولي للصحفيين. كما ممكن توقعتم، أنا فلسطيني، صديقي ناصر هو نقيبي، أنا عضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وأفتخر بكوني عضو في هذه النقابة المناضلة والصابرة، والنقابة التي لا تتنازل سواء بغض النظر عن الضغوط السياسية أو أي ضغوط من أي نوع كان، من أجل الدفاع عن جميع الصحفيات والصحفيين الفلسطينيين، وهي من النقابات اللي دائما ما تبادر للتضامن مع قضايا الصحفيين في البلدان الأخرى. فأشكر لكل الجهود اللي قاموا فيها في هذه المرحلة الحساسة جدا. اسمحوا لي، قبل 22 سنة تقريبا كان في هناك صحفي، مصور صحفي فلسطيني اسمه عماد أبو زهرة، عماد أبو زهرة من مدينة جنين، وصديق الدراسة. في الانتفاضة الثانية عماد أبو زهرة كان لابس كل ملابس الصحفي، الكودة والدرع وكل الأشياء، لكن أصابه الجيش الاحتلال الإسرائيلي في طلق في رجله، كان في منتصف الشارع، ومنعوا جميع سيارات الإسعاف لمدة ساعات من الوصول له، ساعات، لحتى نزف في مكانه وتوفي. هي إصابة غير قاتلة على الإطلاق، لكنها هي جريمة حرب، لأنه الاحتلال الإسرائيلي عن عمد وعن قصد أدى إلى قتله. في خلال السنوات العشرين الماضية هناك كم أستاذ ناصر، ممكن 50 صحفي قتل، 50 صحفي فلسطيني قتل لحد 20 سنة لحد 7 أكتوبر. من هذول 50 صحفي لم يتم فتح أي تحقيق في قتل هذه الصحفيين من قبل أي جهاز من أجهزة يعني تطبيق القانون الإسرائيلي. دائما المدعي العام العسكري يقول ليس هناك أساس تحقيق ويغلق الملف، ما عدا في قضية واحدة، هو صحفي بريطاني اسمه جيمس ميلر،
كمان أختين في غزة وكان ينتج فيلم في غزة، وفتح التحقيق بعد إصرار الحكومة البريطانية تحت ضغط الصحفيين البريطانيين وعائلته إنه يفتح التحقيق. في نهاية الملف قالوا لا نستطيع أن نحدد من قتله، ولكن دفعوا تعويضات للعائلة. حصلت هناك محكمة موازية للجيش الإسرائيلي في بريطانيا، محكمة في القضاء البريطاني، واستمعوا للشهود واستمعوا لحيثيات القضية وتوصلوا لنتيجة أنه جيمس ميلر قتل عن سبب إصرار وبدم بارد. هذا تبني معاهدة دولية جديدة خاصة في سلامة الصحفيين على أن يتم تبنيها وإقرارها من منظمات الأمم المتحدة. في هناك مجموعة من الدول داعمة لهذه اقترح هذه الاتفاقية، وأنا أتمنى وأتأمل طبعاً إنه نقابة الصحفيين المصريين التأكيد فيها ستكون داعمة، ولكن نتمنى أيضاً أن الدولة المصرية أيضاً تكون من الدول الداعمة، لأن في النهاية الدول التي ستوقع على هذه المعاهدة. فيعني هذه مناشدة لأنه دولنا وصحفيين هم المستفيدون الأولون من هذه المعاهدة، من هذه الاتفاقية. لذلك يعني هذا أمل كبير. وأخيرا بما أنه الآن نقابة الصحفيين وأنتم والصحفيين هنا في مصر سيكونوا أعضاءنا، فإننا نتأمل ونتطلع إلى فتح صفحة التعاون تنسيق مع النقابة ومع الأعضاء هنا، إنه ستكون لدينا الفرص أن يعني إدماج الصحفيين المصريين في ما يزيد على 600,000 صحفية وصحفي حول العالم. بينتهي. طبعاً لو في أي صحفيين عايزين أي أسئلة ممكن بعد المؤتمر، كثير من الزملاء بيطلبوا لقاءات خاصة مع ضيوفنا. قبل ما ننتقل للجزء الثاني وهي ندوة مهمة جدا عن القضية الفلسطينية أيضا ومحاولات التصفية ومخططات التهجير، في عرض فيلم قصير جدا عن غزة. أنا وأترك الزميلة رشا عزب. شكرا للحضور الكريم.